جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء تعرض شعرها أيضا للخاطب، وربما تجملت بهذه المساحيق التي وردت أخيرا شيخ صالح، لعل لكم إضافة يحفظكم الله. لا بأس بذلك، إنها تكشف رأسها عنده أو وجهها من أجل أن يعرف صفتها طيب. ويتبين حقيقتها، فإما أن يقدم على الزواج بها أو أن يتركها. وأما المساحيق التي يكون فيها تغرير وفيها خديعة نعم فإنها لا تجوز، أما المساحيق العادية نعم فلا بأس بها.